خالتي يا مار، انت منيح؟ منيح منيح، اهلين فيك. يعني هنا شوية ردود. تعي عادي، لا تضلي واقف عادي. لما قالوا قدامي يا مار عمل حادثة خفت، خفت كتير انه يصير لك شيء. لكان منيح انه صار معي هالحادث. لا تحكي هيك، انت لساتك شاب. بالأخير صار إلي حدا يخاف علي لما بصير معي أي شيء. انبسطت كثير. الله لا يقدر. أنت لازم تعرف إنك قطعة غالية من روح أختي. إذا بصير لك شيء بدي أزعل وتوجع كثير. هلأ صار وقت الإبرة. هاي الإبرة الأخيرة. رح أطلع. لازمك شي؟ لا شكرا لك. أنا برا. ما رح تجي. لكني اجيت. يعني مو غريبة على الواقف هون؟ كنا قعدنا بشي. لا ما في داعي، انا ما رح اخذ كثير منك. صار عندي فضول اعرف شو اللي بدك تحكيه معي. يعني كان فيني اجي على الشركة لنحكي. انا لقيت هون مناسب اكثر. شغلة مهمة بس بدنا نحكي فيها هون وعلى الواقف، مو هيك؟ شي غريب. تفضل يا عم اسمح، شو بدك تسوي؟ الشريك الجديد للفن عدنان كان عم يقابل الوكيل عنه على طول، ما التقى مع صاحبه الحقيقي مش لوش ولا مرة. صار عندي شك كبير بهذا الشخص. عدنان حكى لك أي شيء مشان هالموضوع؟ ما كان في داعي تجي لهون مشان هيك شيء، كان بكفي تتصلي فيني. الشغلة كلها صارت بعد ما انفصلت عن الشركة وما بعرف شيء. بس كان في معاملة خاصة بينك وبين عدنان، قلت لحالي بيكون قال لك شيء عن الموضوع. اللي بيربطكم كزوجي وزوجي أقوى مني بكتير، بس ما فيك تروحي تسأليه لإله. شي غريب. أكيد عمي عدنان بيحبها، بس مو قد ولاده الحقيقيين. جربتي تسألي هذا السؤال لأولادك؟ أوقات الإنسان ما بيقدر يحكي أي شي لأولاده الحقيقيين. قلت لك، كان في رابط خاص بينك وبين عدنان دائما. شو هالرابط اللي فكرتيه موجود؟ رابط الضمير. كان مشان السايس. حدا بيحكي أسراره ليتيم متروك عنده أمانة. بس بيقدر يعطي الإدارة العامة للشركة ليتيم متروك عنده كأمانة. المهم نعتبر حالنا ما حكينا بالموضوع. تصبح على خير. لا إله. خليت ابنك اللي جبته بالحرام شريك بكل لحظة حلوة عشناها بحياتنا. سنين وانت مخبي عني ابن زرعي. خدعتني وضحكت علي. الله يلعن اليوم اللي حبيتك فيه ويلعن الساعة اللي شفتك فيها عدنان. يلعن الحب اللي وقعني فيه.